الدور دلوقتي على مين؟ الدور دلوقتي على الانزيمز اللي كانت قاعده في امانه ال يقويها الليفر سيلز، وبعد كده الليفر سيلز دي عيت، البيت اللي هي كانت عايشه فيه اتهد، وبالتالي هي طلعت في الشارع، هي راحت في البلود ستريم، فنسبتها زادت في البلود. كانوا مين هم اللي اتشردوا دول؟ كانوا الالكالين فوسفاتيز والليفر انزيمز. خلينا نبتدي بالالكالين فوسفاتيز. قال لك الالكالين فوسفاتيز ده، دي مجموعه، دي عائله، اكشلي هو مش انزيم واحد، هي عائله من الانزيمز. مشكلتها ايه بقى؟ احنا بنقابل مشاكل ايفريوير. مشكلتها ان هي موجوده في حتت كتير جدا، هي موجوده في الليفر سيلز، موجوده في البون، موجوده في البلاسنتا، وموجوده في السمول انتست. والمفروض ان هي نورمالي بتبقى ليها ليفل في البلود، الرينج بتاعه واسع شويه، من 44 ل 147 انترناشونال يونت بير ليتر. طيب نفهم من كده انها ممكن تزيد في العادي وبشكل طبيعي في البني ادم اللي كل وجبه سمينه شويه، بما انها موجوده في السمول انتستين، في السيده اللي في اخر شهور الحمل بما انها بتزيد في البلاسنتا، في الولد الصغير اللي لسه في مرحله نمو وعنده رابيد بون تيرن اوفر، فبالتالي هو محتاج الكالين فوسفاتيز كتير. بس هي برضو ممكن تزيد في الاستاذ الكبير الناضج اللي عنده ديزيز في البون بيخلي يحصل فيه رابيد بون تيرن اوفر. زي ايه؟ زي ذكرياتنا من ايام الباثولوجي عن ديزيز اسمه باجيتس ديزيز، وزي ذكرياتنا من ايام الاندوكراين عن الهايبر باراثايرويدزم، انه في رابيد بون تيرن اوفر، البون بيتكسر كتير، بيحصل فيه تيرن اوفر في البلود في البون كتير، وبالتالي الالكالين فوسفاتيز احنا محتاجينه كتير. بيزيد امتى بقى برضو؟ ابنورمالي بيزيد في الليفر ديزيز. ومن هنا نفهم ان هو نون سبيسيفيك، طبعا هو ممكن يزيد اي حد معدي ممكن يزوده، فانت الالكالين فوسفاتيز هنا مش سبيسيفيك، بس هيكون معبر شويه. مين اخوه اللي هيزيد برضو نتيجه انه السيلز ربشرت وفرقعت وحالتها بقت حزينه؟ قال لك اللي احنا بنسميهم الامينو ترانسفيريزز، او زمان كانوا بيسموهم الترانس امينيزز، اللي هم مين؟ اللي هم بالبلدي كده بنسميهم الليفر انزيمز. مين الليفر انزيمز دول؟ دول اتنين انزيمز، اتنين امينو ترانسفيريزز، واحد اسمه الانين امينو ترانسفيريز والتاني اسمه اسبرتيت امينو ترانسفيريز، فخدوا اول حرفين وحطوا جنبيهم تي، الت، ماشي، الانين فبقى الت واسبرتيت بقى است، فعندك الت واست. الاثنين انزيمز دول قاعدين في امانه الله زي ما اتفقنا جوه الليفر سيلز، حصلت مشكله وفرقعت الليفر سيلز وحصل فيها دامج، فهيحصل لهم ليكج جوه البلود، فبدل ما كان الطبيعي بتاعهم من 10 ل 40 انترناشونال يونت بير ليتر، لا هم ممكن يزيدوا عن كده كتير. وهنا تقابلنا مشكله. مشكله ايه؟ ما هم اسمهم ليفر انزيمز يا بني ادمين. قال لك انا معاك ان هو اسمهم ليفر انزيمز وكل حاجه، بس هذا لا يمنع ان هم ممكن يزيدوا في ديزيز ثانيه. قال لك الاست اللي هو نمرة 2، الاست ده بيبقى موجود في الليفر وفي الهارت وفي الماسلز وفي الكيدني والبرين، بغض النظر ان اسمه ليفر انزيم، ماشي، يبقى الاست بيبقى موجود في الليفر والهارت والماسلز والكيدني والبرين، وبالتالي هو ممكن نسبته تزيد في البلود في حالات الليفر ديزيز، المايوكارديال انفاركشن، الماسل انجري، والكونجستيف هارت فيلير. اما بقى، ودي الحاجه السعيده الوحيده اللي هتتقال في كل القصه دي، الالت يعتبر هو الحاجه المور سبيسيفيك للليفر، يعني يوم ما يزيد يبقى الليفر عيان، تمام؟ فالحمد لله ربنا كرمنا وجبرنا ان في حاجه فعلا بتبقى سبيسيفيك للليفر ديزيز في كل ليفر فانكشن تيست، اللي هو الالت. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا اتكلمنا على الاثنين بروتينز اللي بيتكونوا جوه الليفر، اللي هم الالبومين والكواجيليشن فاكتورز، وقسنا كواجيليشن فاكتورز بالبي تي والاي ان ار، واتكلمنا على الاثنين انزيمز اللي كانوا قاعدين جوه الليفر ولما السيلز فرقعت انهاروا ومشيوا في البلاد ستريم كتير، اللي هم كانوا الالكالين فوسفاتيز والاست والالت.